السلام عليكم أحبتي طلبة قسم التمويل الدراسة الصباحية والمسائية. نظرا لطلب بعض الطلبة أنه المحاضرة جاية تتراكم عليكم وتسهيل الأمر على الطلبة، لذلك اليوم اللي هو السبت ما راح نعطيكم محاضرة، راح نتوقف يعني هذا السبت لحد الأربعاء ونبدأ بالمحاضرة التكميلية يوم الأربعاء. النماذج عندنا من الأسئلة اللي حبيت تشوفونها، وحتى الطالب، وحتى أشوف مستواكم بالمادة، جاي تفهمون المادة أو لا. هاي الأسئلة يعني سنة 2019، يعني محدثة آخر شيء، ونفس المنهج مع تغيير بسيط بها، بس طريقة الأسئلة يعني شلون تجي الأسئلة. دائما أنا ما أركز ديفاين، أنا ما يدي الطالب بس يحفظ ويجيني، ما أحب هاي الشغلة، يدي الطالب يفهم زين. وأنا كنت أتمنى أكون عملي موجود وأخذكم للمختبر تشوفون شلون الطلاب يشتغلون بديهم بالعملي، ويتعرف على الأجزاء التشريحية للهيكل. دائما الأسئلة اللي هي يعني انا بطريقتي الخاصه، ما ادري كل استاذ بطريقته، اجيب لكم دائما على سبيل المثال ركزون على هاي fill in the blank، املأ الفراغات with suitable words، بالكلمه الملائمه. دائما الطالب يملي وما ينتبه، انا شو اسوي؟ احذف لاخر وحده. ليش يا اخي؟ انا مخلي لك ترك select 5، انا قاعد اقول لك اختار 5، وهذا عليهن 20 درجه، وهاي فرصتك انت تاخذ 20 من 20، مو 20 روح تاخذ 16 18 يجوز زين. على سبيل المثال طبعا هاي كلها يجوز ما دخلات عندكم، بس هذا السؤال اللي مره وضحته وجاوبوا اكثر من طالبه. كورونال بلين، المستوى التاجي، هو مستوى فراغ يقسم جسم الانسان الى امامي وخلفي. هو شنو؟ هو مستوى فيرتيكال، وجاوبوا اكثر من طلاب، شفتهم على التعليق على القناه باليوتيوب، عاشت ليكم وكل الشر. هاي تتركوا وحده، اذا ماكو الاستاذ راح يضطر يترك لك الاخيره، حتى لو كانت الاخيره صحيحه وعندك الاولى، هي كسياق يترك لك الاخيره زين. السؤال الثاني دائما انا اجيبه، طبعا ما اجيب ترك سؤال انا، بس اجيب ترك ضمني تقريبا بكل الاسئله، بس هذا السؤال بنقطه ترك. السؤال الثاني explain briefly، اشرح باختصار. هنا الطلاب شويه يخافون من هذا السؤال، مع العلم انه انا ما اجيب، يعني مثلا عندك مثل شرح ورقه او نص او نص، هذا ما اجيبها. يعني مثلا اجيب لك هسه شايفين الكاربول، طبعا ذني عظامك وعظام صغار باليد الكاربول، واريتهم شرط من اللاترال الميديم، يعني سطرين ضبط، سطرين او سطرين ونص. فانا انت من قاعد تقرا وشوفك منطقه هسه هاي اللمبر ريجن، من تاخذون العمود الفقري، ما داخله هي عندكم زين. ايضا هذا السؤال، قول انت هذا السؤال تاخذ عليه نص درجه، خافك طلاب ما يعرفون يكتبون بالانجليزي، بس ما شاء الله مستواكم، وانا اشوفك اللي زين، سواء المورنينج ستدي والايفنينج ستدي، درس الصباحي والمسائي. بس انا هاي طريقه اسئلتي دائما، يعني اول فراغات، الثاني اكسبلين بريفلي شويه، واشوف الطالب، اشوف استيعابه، يفتهم ما يفتهم طالب، شنو الخلل. دائما الطلاب يفتهمون بس عندهم خلل باللغه الانجليزيه. شوفوا question 3 اللي هو السؤال الثالث. السؤال الثالث اللي هو دائما يعني الطلاب الشطار ياخذ معي درجه كامله 20، طبعا كل سؤال 20 من 20، اللي هو شنو؟ نيومريت، عدد نيومريت، واجيب لك مثل مناطق البطن التشريحيه، مثلا يقول لك المناطق الاربعه، تجي تلقى الطالب عدد لك مناطق البطن 9، انا طلبت الاربعه. دائما الفصل الاول اخليها بس اني بس اعدد، بينما بالفصل الثاني هسه هاي الاسئله فاينل احط وياها ورا علامه استفهام، احط وياها طلب ثاني. هسه مثل هاي قلت له عدد عظام الوجه عندنا بالتشريح، من ناخذ الجمجمه اند ديترماين، وحدد ويتش بون، اي عظم يحتوي على الساينس، الجيوب الانفيه، بارانوزل يعني نوزل وبارانوزل حول الانفيه زين. بس قلت لكم فصل عن فصل يختلف، هاي الاسئله صعبه شويه، لين اذا اكو سؤال اذا جاك نيومرت يعني عدد زين. السؤال الرابع دائما على طريقتي انا اجيبه انسر ترو اند فولس، الفصل الاول بس اجيب صح وغلط، بس بنوصل للنهائي ونصف السنه لا، اجيب لهم اند كوركت، بعد الطالب صار بروفيشنال يعني صار مستوى عالي، واقول له صحح الخطا ان وجد. على سبيل المثال هذا السؤال لكم، وانا اعتقد كلش سهل زين. شوفوا مناطق البطن 9 مو قسمناها 3 فوق و3 وسط بالمحاضره، ميدل 3 سويناها و3. شوفوا يقول the lower abdominal region، المناطق اللور الثلاثة جوه، انكلود تحتوي على منطقة اسمها hypogastrium region، صحيح لو لا؟ انه مو ثلاثة بثلاثة بثلاثة، ثلاثة فوق right hypochondriac epigastric left hypochondriac، الثلاثة الوسط right lumbar و umbilicus منطقة سرية و left lumbar، الجوه right iliac و hypogastric اللي هي صحيح و left iliac، اتفقنا زين.
السؤال الأخير هنا عندنا أجيب تعليل، وهذا مرات ما أجيب الفصل، أجيب الفصل الثاني امتحان ثاني تعليل، بس هذا التعليل بيها يعني أنا أعترف إنه سؤال بيه جانب سلبي وبيه جانب إيجابي. هذا هنا الطالب إذا ما فهم التعليل راح يقبل ياخذ، حرام تروح من 20 درجة. زين طبعا التعليل هو كلمات معدودة مو شرح، مثلا يقول لك ليش هاي هنا ليش قبل البلوغ الاسباين يكون 33 فقرة، تقول التمني يكبر اكو بعض العظام تندمج راح يصير اقل يعني، بس بطريقتك الخاصة. زين وكبيهم بعض الطلاب يكيفون عليها لان هي مجرد كلمات ياخذون عليها 20 درجة. نجي نشوف نموذج ثاني، وين هذا النموذج الثاني على سبيل المثال، شوفوا ايضا في ظن ذا بلانك وعندنا ترك، اكسبلين بريفلي وعندنا ترك، اشرح باختصار وعندنا ترك. زين هاي عفوا نفسها اعتقد اسئلة، هاي اسئلة ثانية. زين شوفوا هذا السؤال يخصكم، شوفوا according to the nine region، حسب المناطق، شوفوا ناين التسعة من الابدون فارزة، هاي بو حاط بيها من ناق قوسين ومن ناق قوسين، علامة استفهام على تنوين مثل ما تقول، هاي بو اللي هي شنو، هاي بو المقطع، هاي بو refer to، شو يعني هاي بو، هاي بو قاسك تحته، تكتب هنا شنو، تكتب تحته بالانجليزي شنو، above لو above فوق تحت هذا. زين هايبوغاستريك، بعد خلينا نشوف هنا شوفوا هاي دائما تحفظونها the abbreviation of، abbreviation كلمة المختصر ل AC joint، هاي بالمحاضرة مال الجوينت مين تعني فراغ. انا هسه اقدر اجيبها واحط مكانها اي كلمتين، مثلا اذا عندنا مختصر، اي مختصر عندكم بالمحاضرة واقول لكم، بس كلمة abbreviation المختصر، فتقول لي الاي شنو هي والسي شنو هي. زين عموما نجي لهاي هسه، شوفوا ترك واحد اشرح باختصار، هذا السؤال المفروض انتم تحلونه، the main anatomical plane، المستويات التشريحية الثلاثة تذكرونهن، sagittal coronal transfer، تشرح يعني تقول لي هذا يقسم الجسم رايت وليفت، هذا يقسم الجسم anterior posterior، والأخير يقسم الجسم أعلى وأسفل، تقول superior and inferior. زين سؤال ثالث، طبعا هذا هم بيترك سؤال ثاني، شوفوا وين اونلي، بس واحد لو اي لو بي. سؤال ثالث نيومرت عدد، بس عدد، شوفوا على الاسئله طبعا مال الفصل الاول، عدد ما كاتب لهم فرع ثاني صح وغلط، بدون ما كاتب لهم صحح الخطا، خلينا نشوف انا بالكت، شوفوا هذا السؤال يخصكم بالصح والخطا، دورسال ديسكرايب، المصطلح دورسال اللي هو استخدمناه باول محاضره، ديسكرايب يوصف the back side of the hand، هذا ما أعطيكم الحل مالته، بس قلوا صح لو غلط، الإيد مو باطنها، إلها من قلنا anterior و posterior الجهلين، بس قلنا الإيد والرجل تختلف. زين شوف هذا السؤال أيضا يخصكم، the lower abdominal region، المناطق هذا نفس الريجة جايبها أنا مكررها، تحتوي على hypogastric region اللي هي صحيح. زين شوف هنا ما جايب لهم علل بالسؤال الأخير، كاتب لهم mention، اذكر، وسؤال يعني ما يخصكم شوية بعيد عنكم يعني، بعد ما ماخذ تارزل العظام موجودة بالها، بس عدد، بس تذكر هنا وعلي 20 درجة، يعني هنا عندك عدد بالخامس والثالث، عندك عدد تعددهن معدودات تاخذ عليها 40 درجة، وظل براحتك تجيب منها درجات، بس اكو طلاب ما شاء الله اخذوا عندي درجات فول مارك، تحياتي لكم. اي شيء مو واضح انا دائما هاي طريقة اسئلتي، فراغات وتنتبه اكو ترك، اشرح وتنتبه اكو ترك، وباختصار طبعا عدد اذا وتنتبه، خاف اجيب لك شيء ثاني هنا يعني، عدد واذكر وصح وغلط، وانتبه احط لك هنا، خاف اقول لك صح الخطا، انا ما اجيه الفصل الاول لان طلاب يعني مو كلش بالانجليزي، والاخير لو علل لو اجيب لك منشن، اذكر منشن يعني اذكر. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق.